التقاليد الموروثة والثقافة المبتكرة بين الأجداد والأبناء والأحفاد. كل شي تغير، كل شي جديد، كل شي تحول. ما في حدود لشي، ما في أفكار بتتأيد ولا مجتمع بيهتم. أيضاً وأيضاً لائحة التغيير والتحول والتجدد بالمجتمعات العالمية ما بتحصى وما بتنعد. كل التحولات انعكست على المجتمع ومكوناته. اليوم وبحلقتنا رح نناقش موضوع من أخطر المواضيع يلي ممكن إنه تغير من هوية مجتمعنا المشرقي، وهو المرأة وهويتها وعلى أي أساس بينظر المجتمع إلها وبيحكم عليها. لأنه المرأة هي من مكونات المجتمع، بل هي من صانعيه. موضوع حلقتنا لليلة بيحمل بأبعاده كتير من التساؤلات بمجتمعنا وبيطرح أسئلة كتيرة. كيف منريد إنه تكون المرأة اليوم؟ وين صارت بعصرنا؟ شو هي أنواع ومفهوم ومساحة الحرية يلي بحق إلا إنه تعيشها؟ هل نظرة مجتمعنا هي الصحيحة أو الأصح من باقي المجتمعات لمفهوم كيفية حق المرأة بالعيش وحريتها؟ حياتك أنت اليوم بقلب هالمجتمع المشرقي، كيف بتعيشيها؟ مساء الخير مشاهدينا، بيسعدني استضيف اليوم معي بالاستوديو صبيتين من هالمجتمع، سارة كرم مساء الخير، مساعد، وريبيكا طالب مساء الخير. سارة أنت بنت اليوم غير متحررة. نعم. شو مفهوم الحرية؟ يعني شو مفهوم التحرر عندك؟ أنا بالنسبة لي التحرر هو أنه أنت تكون عم تمشي مع المجتمع مثل ما هو ماشي، بس يضل عندك هيدول القيم يلي نحن تربينا عليهم، يلي مجتمعنا من زمان لهلأ بيعرفون، ويضل عندك ياهن هيدول الايام، ويضل عندك ليميت بكل شيء بحياتك، يعني تحط حدود، مش تروح على الاكستريم بكل شيء. فيك تعيش انت بطريقه متحرره بس بحدود اكيده، وتضلك محافظ على حالك وعلى ايامك. ريبيكا، شو هو التحرر بالنسبه لك؟ التحرر بالنسبه لي لما البنت الشرقيه بتكسر كل قيود المجتمع الشرقي وبعد تعيش حياتها مثل ما هي اشعتها، مثل ما هي ملاقيتها مناسبه. لانه نحن بعتقد انه هون بالمشرق البلد اللي هلا حاليا اكثر شيء عم بيتطور وعم ينفتح على الغرب. سو انا برايي انه صار الوقت انه البنت تعيش حياه مثل ما بيعيشوها بالمجتمع كيف الشرقي. كيف تعيش حياتك كفتاه؟ يعني انا بحس انه ما في مشكل اني انا اكون عايشه لحالي، وما عندي مشكل انه انا اظهر واسهر واشتغل، انه بالنهايه انا امراه نافعه بالمجتمع، انا عندي حياتي بالمجتمع، انا بقدر اعيش مثلي مثل حياة الرجال بالمجتمع. فبحب انه اعيش حياتي يعني مثل ما انا متساوي مع ايه. اكيد اكيد متساوي مع الرجل. ريبيكا، شو الظروف اللي بتخلي اليوم الفتاه تصير متحرره؟ ليك المجتمع كله عم بيتغير، وما بقى يعني ما بقى في شيء مثل قبل. يعني اذا بتشوف هلا تربيتنا نحن وتربيه اهلنا بتلاقي انه في فرق كتير كبير بين نحن والاهل كيف كانوا. يعني انا ايام اهلي ما كان في شيء اسمه نايت كلاب، ما كان في شيء اسمه سهره، ما كان في انه اثنين بدهم يتجوزوا انه بيشوفوا بعضهم ودغري بيروحوا على الزواج. بينما هلا صارت البنت متعلمه وبتشتغل وبتعمل كل شيء، سو دغري يعني صار كل شيء. يعني هل هي قناعة؟ هل هو عقل؟ هل هو مجتمع؟ هل هو ظروف؟ هو يعني هو مجموعة من كل هود الأشياء. يعني أنا تربيت تربية بس مجتمعي غيرني. أنا مجتمعي خلاني أصير بنت تانية، يعني ما زحت عن القصص اللي تعلمتهم مع أهلي. سارة، ظروفها قناعتك؟ يعني أكيد لا، أنا بقتنع إنه هي يعني بنت. المجتمع هو اللي خليها بحول المجتمع. أنا بقتنع إنه هي البنت، والبنت بتشتغل وبتظهر وبتروح وبتجي، والمرأة هلأ غير المرأة قبل. بس كمان عندي قناعة بشغلة إنه المرأة أو البنت يلي بتظهر بالمجتمع في قد ما مشيت وقد ما نحن طلبنا بالمساواة مع الرجل، الرجل عنده أشياء ما فينا نحن نوصل لها. مشان هيك انا انه بحس انه المجتمع يلي نحن بدنا نعيش فيه مش هو بده ياثر علينا، نحن بدنا ناثر عليه. يعني مش مجتمعنا بده يغيرنا، مش اذا نحن ماشيين، اذا مجتمعنا هيك لو هيدا الشغله غلط نحن بنضل ماشيين فيها. لا، في عندك قصص ما فيك تقطعيهم. لو انت بنت وعم تشتغلي فيك تشتغلي وتروحي وتسهري وكل شيء، بس انه يضل عندك حدود بكل شيء. انا هيدا برايي، يعني انه قبل ايه غير هلا، فيك تعيش قبل هلا مش مثل قبل بس بطريقه
منيحة يعني مش انه تتخطي ايه كل الحدود ولا لا ما هو انه فيك تعيشي بس انه اذا يعني هلا المجتمع تغير يعني ما حدا عم بيتخطى الحدود او ان فاكت فيهم عم بيتخطوا كتير الحدود بس مش عم يبينوا على علن فانا بفضل انه ايه يا نعيش على علن بهيدا الشيء ويكون في تقبل لهيدا الشيء يا يعني انه ما بقى لازم يكون في قصص مدفونه ومخبيه جوا ومجتمعنا من جوا كله عم بيصير في قصص كتير كتير متحررة يعني بس نحنا بعدنا تحت غطاء انه نحنا لا مش متحررين ونحنا بلا 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 لا هلا نحنا اذا بنشوف اذا بنروح بنروح على النسهر او بنشوف قد ايه سايرين البنات عادي يعني اخر همهم كل شيء ما عندهم مشكله بولا ليه بده يكون في مشكله اصلا بهذا الشيء لانه انت عندك انت كبنت كمرة عندك انه ايامك بالحياه ما فيك تجي تضلك عم تعيشي عادي انا ماني عم بخسر ايام اذا ساره كلمه انا متحرره يعني ريبيكا انا كلمه انا متحرره يعني كلمه بتعتبر انا فتاة يعني غير أخلاقية لا أتمتع بالأخلاق يعني ما بتمتع بال لا ما بعرفني شو صراحة شو بصير عندهم مفهوم الأخلاق عندهم يعني كل واحد عنده شيء يعني مثلا أنا بعتبر إنه إذا أنا رحت السهرة يعني تخلت عن حقوقها وأخلاقها أو لا إذا كانت فتاة متحررة لا مش تخلت عن حقوق أو أخلاق مش هيك قصدي أنا بس إنه في مثلا حسب هي شو مفهوم الأخلاق عندها أنت كيف تعتبري مثلا واحد عنده حسب شو مفهومك أنت إذا مثلا رحت صغرتي لوين ما قلت توصلي للإكستريم ما رح أوصل لمطرح غير إنه عم بحس بلذة بالحياة أنا فيك تحس فيها هيدي اللذة بس أنت وبعدك متحافظة إيه أنا بروح بسهر وأنا ماني عم أقول لك أنا بس خلص سهرتي ما بعرف شو عم بروح أعمل أنا عم بروح نحكي موضوع السهر بالمحور الثاني ريبيكا كلمة أنا متحررة يعني أنا مستقلة إيه لوين مستقلة مستقلة بشو بالفكر بالحياة بكل شيء أنا مستقلة يعني أنا وقت بقول لك أنا متحررة اتقال أنا قادرة أعيش حياة كرجل بالمجتمع مش كبنت بالمجتمع. شو هي أولوياتك بالحياة أولوياتي بالحياة إنه يكون عندي شغل ما يعني شغلة لإلي أنا ويكون عندي بيت لإلي أنا ويكون لهالدرجة مستقلة يعني تكوني مستقلة بحياتك بعيدة عن العالم بعيدة عن كل شيء أنا بعمل كل شيء بحياتي طيب لحالي وموضوع الاستقلال الموجود عندك بوصلك إنك توصلي لمحلات يمكن خاطئة ليك انا عم بعمل يعني عم بعمل القصص اللي بتكفيني بس ضمن حدودي بالمجتمع انا ما بعتقد انه حدودي بالمجتمع بتوقف انه انا بنت بروح على جامعه برجع على البيت بفوت بنام هيدا مش حدودي بالمجتمع انا عندي كتير قصص اعملها بالمجتمع اكثر من هيك ساره انت اليوم فتاة مثلك مثل ريبيكا صح اثنيناتكم عايشين بهالمجتمع اللي عم تحكي عنه واثنيناتكم عايشين بنفس البلد بنفس كل شيء شو الفرق بينك وبينها يعني تفكيرك ليش غير تفكيره انا مثلا بفكر انه العيله بالنسبه لإلي انا هي من اهم شيء بالحياه يعني انت بدك ترجع على البيت تعيش مع اهلك مع امك مع بيك اخواتك هذا الشيء عن جد يعني غير انه فيك تكون مستقل عن اهلك بس بطريقة انه دال عندك مثل اهلك بريوريتي بحياتك تاخذ برايهم ما تبعد عنهم يعني يعني مثلا انا بدي اسالك اذا انت بنتك مثلا بكره راحت عاشت لحالها هذا ما بيزعجك ايه اذا هي صارت بعمر انه هي هيدا قرارها بالحياه انا ما فيني اجبرها بشيء يعني انا بشوف انه العيله نحن هيدا يعني يمكن نحن بالغرب ما بقى في عيال ما بقى شيء هيك نحن هون عنا بعد عنا هيدي العيله بعد عنا انا ماني ضد يعني انا اكيد كتير بحب عيلتي وكتير بحترم عيلتي بس انا بحب يكون عندي حدود كمان بالحياه بكون عندي برايفسي لإلي انا بالحياه بس انت لا ما انت الشيء اللي انا اللي عم فسره انه في يكون عندك برايفسي وفيك تكون عايشه باستقلاليه وفيك تكون اندبندنت عن أهلك بس بطريقة تضلك أنت محافظة على هذا جو العائلة على هول القيم يلي نحن عنا ياهون على الحياة يلي مربيين عليها من زمان لهلأ يعني نحن مش ضروري نعمل مثل الغرب بكل شيء أنا على الساس أو ديزبيتان بدي أروح عيش أنا لحالي ياس أنا أكيد مش هيدا مقصدي بس أنا مقصدي أنه وقتها بتحس حالك أنت في شيء شعور رح يجي جواتك ويقلك أنت صرت هلأ انطلق على المجتمع وروح عمل اللي أنت بترتاحي له أنا اللي أنا برتاح له بالنسبة لإلي أحلامي بالحياة أنه يكون عندي بيت بيكون عندي شغله لإلي لحالي حتى انا يعني بحب انه انا اللي الشخص اللي بدي اتجوز وانا ما عندي مشكل حتى يجي يعني نعمل بيتنا بالنص انا وياه او انه يجي هو حتى يعيش معي ليك لاي درجه انا لا اكيد هلا عندي هيدا الشيء محور الزواج بعدين ريبيكا لما بتشوفي بنت مثل ساره يعني هلا مع هالانفتاح مع هالتطور بعد هيك من غلقه شوي يمكن حالتها تعتبريها غلط بتقولي انه
لا لا ما في شيء غلط منهم يمكن هلا ما في شيء غلط حبيبي. الفكره انه كل يعني كل واحد بشوفها من الكوتيه تبعه. يمكن انا اذا بجي يمكن اهلي شايفيني انا غلط عرفت، بس انا ايش على انه هذا الشيء اللي انا بحب اعيشه وهي هذا الشيء اللي بتحب تعيشه. يعني انا بشوف انه هي مش قصة واحدة تكون منغلقة على حالها، في واحدة تكون تروح تسهر ومش من شغل وتعمل تشتغل وبيت وكل شيء وتعيش السوشيال لايف إذا بدك. بس أنا الفكرة اللي بدي أوصلها أنه مش تكون منغلقة ومسكرة على حالها وما بتظهر وما بعرف شو، لا أبداً مش هيك، فيها تروحون. بس أنه الفكرة اللي بدي أوصلها أنه يضل فيها هدول الأيام، لأنه نحن هلأ بمجتمعنا عن جد يعني فقدنا انه يعني مش ما عندها ايام، هي هيدي قناعتها بالنهايه وانا اكيد بحترمها، بس انه مش ما عندها ايام، بس انه ما عندها الايام يلي نحن مفروض نعيشها. يعني انا ما بتقبل روح عيش لحالي، انه ليه بدي اعيش لحالي؟ ليش بدي اعيش لحالي؟ كرمال استقل وكرمال احس حالي انا وصلت لمطرح اهلي علموني ووصلوني لمطرح انه قدرت اعمل شيء لإلي انا بحالي وحده. هو انه تعيش لحالك؟ اعيش لحالي ايه، واصرف على حالي واعمل كل شيء لحالي واطبخ لحالي. ليه ما بدي اعملهم؟ فيك تعمليهم بعدين بس تتجوزك عندك بيتك لحالك. بيتك مع صراحه انت تعتبري اذا اليوم انت انوجدتي بمجتمع غير المجتمع الشرقي، وجدت بالغرب او هلا انتقلت للغرب، ما قلت سيري عايشه مثل حياه الغرب؟ يعني ما قلت سيري فتاه متحرره لا. بعدين يعني مستقبليا ليك انه بس في انا في فتره سافرت يعني شهرين انا عشت برا وبسويسرا يعني بزوريخ تحديدا، وهونك كتير يعني ما عندهم شيء يعني على الطريق فيك بتشوفهم بيعملوا كل شيء، وابدا ما تاثرت بولا شيء. انه انا مقتنعه انه ها هي الحياه الصح، مقتنعة انه هول يلي عم بعملون هن الصح، مش هيك ما بغير لوين يعني ما كان. التحرر منا جاي من ورا المجتمع او جاي من، يعني هي جاي من ورا قناعة بالنسبة لي. ليك لا، هو المجتمع نحن قديه صرنا منفتحين للغرب وقديه مجتمعنا هلا عم يتغير، هذا الشيء اثر على بعض الاشياء. يعني انا ما فيني اقول لك هلا مثل قبل، هلا الحياة منا مثل قبل، بس انه لازم يعني مش المجتمع يلي أثر بناحية، بس نحن فينا نوقفه مثل ما قلت لك قبل، مش هو بده يديرنا، نحن بدنا نديره. ريبيكا، المجتمع الغربي أثر فيك؟ مأثرة فيه؟ إيه مأثرة فيها، لأنه أنا بكره وقتا نكون نحن سوري شو بيقولوا دول العالم الثالث مثل ما بيقولوا، بكره نحن نكون هود الدول. ليش ما بدنا نكون ونحن على طول اللي عنا الحرب واللي عنا ما بعرف شو؟ ليه ما بنكون عايشين بالتحرر؟ وين المشكله يعني اذا بنكون عايشين مثلهم وبلا هالمشاكل كلها والسياسه كلها والحروبات كلها؟ بس التحرر بالحياه بيفرق عن التحرر يعني اليوم تحررك من 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 مجتمعك، تحررك بلبسك بمظهرك بتصرفاتك بفكرك بكل شيء. هيدا الشيء مكتسب من فكرة الغرب يعني يعني أنا كتير يعني أنا كنت بقول يا ريت أنا مثلا خلقت بغير هيدا المجتمع، يا ريت خلقت بالغرب أنا، لأنه كنت كتير بحس حالي مرتاحة أكثر. سارة بتقولي يا ريت خلقت بالغرب؟ لا لأنه تفتخر إنك أكيد لأنه يعني تعلم الشرق أخلاقك وقيامك أكيد أنا بحب أن خلقت هون خصوصي بلبنان، لأنه نحن بعد عن جد يعني وين ما كان بعد عنا هذا العيل، بعد عنا هذه الكنيسة نروح نقدس نروح نصلي، بعد عنا إيه هون هول الكنيسة يعني. ريبيكا بتعتبر أنه الفتاة المتحررة يعني هي فتاة خاطئة بعيدة عن الله؟ لا أكيد لا، ما خصوا الموضوعين ببعضهم. فيها تكون بنت كتير مؤمنة، فيها تكون بنت كتير بتصلي، فيها تكون بنت عم تعمل كل واجباتها الدينية وبذات الوقت عم تعيش حياتها مؤمنة بتصلي وبتعملي خطايا كتير. هلأ ما في ولا إنسان ما بيعمل خطايا، لا ما بعترف لأنه بعتبر أنه الاعتراف هو بينه وبين ربي، ما بعترف بالكنيسة. بس لا ما مش عم بعمل كتير خطايا، هذا موضوع آخر يعني ما رح نطرق لإلك. سارة أنت اليوم فتاة متقربة من الكنيسة كتير، متطلع على الكنيسة، هل التحرر بالكنيسة يعتبر شيء غلط يعني خطية يعتبر؟ ليك الكنيسة كمان إذا بتلاحظ الأخوارنا اليوم مش مثل أخوارنا مبارح، يعني إذا بتشوف كنيستنا كمان عم تمشي شوي مع المجتمع بطريقة يضل تحط حدود. يعني هي أبدا مش البنت المتحررة يعني هي ضد الكنيسة،
أو عم تعمل شيء مثل خطية، لا مش هالفكرة، بس إنه أكيد التحرر هو ضمن نطاق إنه ضل في هيدول، يعني مثلاً مش ضروري واحدة تروح تشرب تسكر، يعني هيدا لا بصير إنه غلط ككنيسة وكمجتمع يعني الاثنين سوا، أو ما الكنيسة أبداً مش ضد إنه الواحد يكون متحرر، بس متحرر بحدود، يعني مثل نرجع على زيت الفكرة يعني قلت لك إياها. ربيكا إذا رحت سكرتي مثل ما قلت سكرتي وشربتي يعني بتعتبري عم تعملي غلط وخطيئة؟ لا لا، أنا بعرف حالي من بعد هودي كلهم اللي بدي أعمله أنا قادرة أتحمل مسؤولية حالي. بالنهاية كمان تحرر ما فيك تنسى هو at the same time مسؤولية كمان، يعني أنت إذا ما بتحمل مسؤولية حالك ما فيك تعيش تحرر، بتصير إنسان فالت على الآخر بالمجتمع، بتصير شاذ يعني بالمجتمع. يعني أنا بعيش تحرري بس ضمن حدودي بالمجتمع، ما عم بتخطى حدودي، ما عم بخرق حدودي. رسمت حدود لأليك؟ رسمت حدود لألي، بعرف أنا وين الحدود بسهراتي وبظهراتي، بعرف شو لازم أتعاطى شو ما لازم أتعاطى، شو لازم أحكي شو ما لازم أحكي، شو لازم ألبس شو ما لازم ألبس يعني. بس بعرف أنه مثلا ما بعرف يمكن هي ما بتلبس شروال يمكن وبتمشي فيه، أنا ما عندي مشكلة ألبس شروال، يمكن أنت ما بتحلط شعرك أنا يمكن أحلط شعري. سو هودي القصص اللي بميزوني عنك، يعني هي تحرري براسي تحرري، مش أنا عم بقولك أنه عم بخرق المجتمع وعم بخرق الرولز يعني. حسب شو الرولز تقلك يعني، يمكن الرولز تبعك غير الرولز تبعي يعني، أكيد أكيد بس أنت بالشي اللي عم تقولين في تحلت شعرك أو يعني عم تشيلي جمال امرأة، عم تشيلي أنوثتها، عم تشيلي أنا عم بعطي إكزامبل يعني إيه وتنشي ما أنا عم بقلك أنه فيني يكون مثل الزلمة، سو فيني أوصال يمكن بشكل ده أكون مثل الزلمة حتى. أنت ما أنه تكون مثل الزلمة؟ يعني ما هال ولا شيء، لأنه الرجال بدل رجال والمرأة بدل مرأة، يعني بقال له خلقنا رجال ومرأة، لأن الرجال بدل رجال والمرأة بدل مرأة، يعني نحن قلت لك قبل لو قد ما كان بدنا مساواة بدل في يعني مش عم بحكي بالمساواة يعني المرأة قاعدة بالبيت ما فيك تتحركي أكيد لا، بتروح على شغلة أنا بشتغل وكل شيء عادي، بس أنه بدل في محلات في الرجال رجال والمرأة مرأة. بس تيمشي حاله هذا المجتمع لازم المرأة تاخد شوية من قوة الرجال والرجال ياخد شوية من ضعف المرأة، من أي بكل شيء بالعلاقات بكل شيء. أي علاقات يعني. العلاقات الزوجية، العلاقات بين الزلمة والمرأة لازم لا أكيد هو أهم شيء يكون في تفاهم، أنا ما عم بحكي أنه يجي الرجال يغطي على المرأة وأنا هيك بدي. مشاهدينا كيف بتعيش الفتاة المتحررة حياتها اليومية بين مجتمعها وأهلها ومحيطها؟ هل المجتمع الحق بتقبلها؟ رفضها؟ تجاهلها؟ هل مجتمعنا تفكيره صحيح؟ بعد البريك. لا اكيد متحرره اكيد بحد انه هي اتفاق بينه وبين جوزها اكيد. لا كل شيء له حدود اكيد. لا متحرره انه هلا ما بعرف كامراه شرقيه قد ايه بتعتبر حالها متحرره. في حدود لها طول اليوم، في تحرر كثير. لا لا مش مع المراه متحرره هيك، ما بقدر اقول لك انا لاي حد. مشاهدينا مكملين معكم المحور الثاني من حلقتنا لليلة، لكن قبل بذكركم نحن على طول على التواصل معكم عبر الإيميل تبعنا كيف بتعيشها tvcharity.org. بالمحور الثاني رح نحكي عن حياة الفتاة المتحررة اليومية بداخل مجتمعها، داخل محيطها وبين أهلها. ريبيكا بالمحور الأول كنا حكينا عن مفهوم التحرر ومفهوم الفتاة كيف بتعيش تحررها. هل الفتاة المتحررة بكون عندها شخصية مختلفة؟ يعني التحرر بيعطيك قوة بشخصيتك، بيعطيك اختلاف عن الآخر؟ أكيد، لأنه يعني وقت بتعيش التحرر بتعيش more experiences بالحياة، بصير عندك خبرة أكتر بالحياة، بصير تعرف يعني بتصير يعني بتفوت بكل زوارية بالحياة، سو بتقوى شخصيتك أكتر أكيد. يعني هل شخصيتك أقوى اليوم من شخصية سارة؟ أنا ما بعرف شو شخصية سارة، فيها تكون شخصيتها قوية يعني مش ضروري تكون. شو بخليك تختلفي عنه بالشخصية؟ يعني أنا اليوم فتاة متحررة شخصيتي بتختلف عن سارة بشو؟ يعني مثلا أنا فين أقول أنا مثلا بنت مدعوكة بالحياة، عرفت هيدا الشيء اللي أنا عشته بالحياة خليني أنا أنه
سوري تكون شخصيتها غير شخصيتها. لا يعني انا ما عم بقول لك، انا اذا بدي البس شيء انا اخر همي كل المجتمع شو عم بفكر انا شو عم بعمل او كيف بينظر للمجتمع، فهيدي هي يعني بدك بالحياه يعني عم يعني بالعلاقات مع الشباب بالسهرات بالضهرات. يعني انا مجرد ما اكون بنت حمل مسؤوليه حالي، بدور سيارتي وبفل بروح بعمل كل شيء بدي وبرجع بسرب على بيتي وعارفه حالي انه انا عامله كل شيء بطريقه مزبوطة بس بتبسطني وبترضيني، سو هذا الشيء بيخلي تكون انه انا شخصيتي كثير قويه. سارة انا هيك اللي قلته يعني مع حق باللي قلته عنك؟ لا ابدا. مين قالك ماني مدعوك الحياه؟ انه عادي انا مدعوك، انا باخذ سيارتي بالليل وبروح وبسهر وبرجع بسرب وبنزل على شغل بسيارتي وبطلع بسيارتي. بس انا مقصدي انه انت طالما انت مثل كانك خاضع على هذا المجتمع قال بعد يعني ما عندك القوه انك تيجي توجهي للمجتمع وتقولي انا هيك بدي وانا هيك بدي. انا ماني خاضع على المجتمع، هو انت اللي خاضع. اذا بدك تفكر انت اللي خاضع على المجتمع. انت برايك هلا المجتمع هو صار مجتمع متحرر ومجتمع فينا نعمل كل شيء فيه، سو انت هون عم تخضع على المجتمع، بينما انا عم بقول ايه نحن مجتمع متحرر بس انا بدل عندي هدول القيم، هون انا بكون مش انا خاضع على المجتمع. انا عاده بنت متحرر، انا ما عم بقول لك انا يعني البنت مش تروح تسهر او مش تروح تلبس او مش ابدا مش هيك، بس هي تروح تسهر. اي ساعه بتسهر بسهر على البيت بس تروح تسهر؟ حسب السهره. لا لك انا انه مش انه كل يوم بدي اروح اسهر وكل ويك اند واذا ما سهرت يعني مشكله، لا ابدا مش هيك، بروح بسهر وبنبسط ومش ضروري اسكر يعني، وبشرب عادي وبنبسط مع اصحابي. اي ساعه سهرتك على البيت مع اكثر شيء كانت ماكسيموم يعني؟ انه لك عن جد حسب انه تنتين ثلاثه منيح. ربيكا إساءة بتسربت؟ أنا كمان حسب يعني حسب السهرة يعني. بس صح ليك أنا بكل شيء بعمله بحب يعني إذا أنا موجودة إذا أنا موجودة بمطرح بحب يعني أعصره للوقت أعيشه كله للوقت، سو بحب سرب مأخرة شوي يعني 4-5 يعني بيطلع الضوء عليك. بيطلع الضوء علي انت شو بسرب على ضوء أمل ما سرب بالعتم. سارة بتعتبري انه وين اليوم وجود الاهل يعني بتسريبة ريبيكا او يعني اليوم اهلك يكونوا ناطرينك على التسريبة؟ ايه اكيد بتعرفنوا لي وين صرتي وانتبه على الطريق وهيك اكيد. ايه انه المهم انه بيعرفوا ليك اهم شغلة الاهل تعطيهم ثقة، بتحب انه اهلك يسألوا عنك؟ ايه اكيد اكيد اكيد، وانا هيدا الشغلة هيك وبكرا يعني هيك برابي اولادي انا اكيد بضل اسأل عنهم، بس انه مش انه بضل اسأل يعني على كل ثانية لا، بس انه بتعطيهم ثقة. اهم شيء انت تفرجي لاهلك انه انتو فيكن توثقوا فيي، هاي اهم شغلة يعني، انت عطي ثقتك لاهلك وبعدين بيمشي الحال يعني، بس اكيد بيسألوا اكيد بيسألوا. ريبيكا اهلك على الساعة 7 الصبح او 5 و6 و7 ما يعني من الاول في تعاود انه انا بسرب هالوقت ما خلص طمنوا بالكم ما تسألوا عني؟ هي انه بلشت انه مثلا بسرب الساعة 4 مثلا قبل انه بلشت 4 صارت ايه بلشت 4 لكن هن انا يعني ليه بده يكون عندهم اهلي مشكل اذا انا ظهرت من بيتي وعارفين رايحة اسهر اذا سربت 2 او سربت 5 انه مش هي ذاتها انه انا رحت ظهرت فلت اكيد انا اهلي بيسالوا عني واكيد بدي اقول 100 مره بس انا اذا شي نهار اضطريت اتاخر او كنت حابة اتاخر او وات ايفر انا بتاخر بعد ما خلصت سهرت بسرب ساعتها انا برتاح اني اسرب. شو لا ما ريبيكا وين بتسهري يعني بتقرري انا اللي انا سهرات مختلفه عن سهرات يعني انا اليوم كفتاة متحرر عندي سهرات مختلفة عن الآخر؟ إنه لا سهرات هن ذاتهم سهرات لا بس يمكن بتنقي الأشخاص معقول يكونوا كمان مفترقين يعني اليوم الشباب بيكونوا مع الفتاة المتحررة أو بيختلفوا عن الأشخاص اللي بيكونوا يمكن مع سارة أو مخص؟ صراحة مخص يمكن هي يعني الفرق بين يمكن سهراتي وسهراتها إنه هي يمكن بتسهر ببابات أكثر ما بتسهر بنايت كلابز لا أو لدو عادي إيه مثلا النايت كلاب اللي أنا بسهر فيه للاثنين ونص يوصل لون من شو بكون صارت نايمة مثلا أنا بكون ما رحت عون من شو ايه عرفت هيدا الفرق بس مش شي تاني وما خلص تلقى الأصحاب أنا بكاو بسهراتك لبسك اليوم لبسك والموضة وكل هالجو كيف ما مع الموضة أنت؟ ايه أنا مع الموضة وأنا مع الجرأة باللبس أنا مع الجرأة بالستيل مش مع الجرأة بالقصقص القماش يعني
يعني اليوم اذا الموضه بتفرض عليك تمشي ما بعرف ستيل يمكن لا عليك قصير كثير بالنهايه كل انسان بيلبق له شيء يمكن لو جسمه بيلبق له انا البس شيء كثير كثير قصير يمكن بعملها ما عنده مشكله ساره مع الموضه انت لهالدرجه انا مع الموضه اكيد بس اول شيء مثل ما قلت لواحد شيء بيلبق له ولا مع الموضه ضمن كمان يعني مش انه يكون تمشي مبين كل شيء يعني بلبسك بلبسك بتكوني مثل يعني ريبيكا اليوم على السهرة بتلبسي قصير وما عندك مشكلة فأنا ما عندي مشكلة بس بطريقة مرتبة يعني مش بطريقة تكون أوفر أو إنه فيلجار أو فيك تلبسها بطريقة مرتبة وبتلفت النظر وتبين كتير حلوة كمان بعدين بتصور الشباب ما بحبوا يكون كل شيء كتير أوفر أو لا ما بعرف بس ريبيكا شو رأيك ريبيكا يمكن ما بيحبوا كل شيء يكون كثير اوفر في يعني في هيك وفي هيك يعني حسب انت من الشباب بيميلوا اكثر للفتاه المتحرره يعني اليوم اذا وجدت فتاه متحرره وفتاه يعني من غلقه مثل ساره ليك كمان برايك بخافوا من المتحرره بخافوا من الفتاه الاخرى بفاتوا في عندك شباب بخافوا منها في عندك شباب بخافوا منها يعني بكل شيء بالنهايه له حسناته وسيئاته يعني في عندك شاب بيقول انه انا ما رح اروح احكي مع بنت مثلا مش بيست ما غير اما يمكن ما بتفيدني بحياتها او ما رح تعرف تكون مره صالحه بحياتها وفي عندك شاب بيقول لك لا انا ما رح اروح عند امراه منفتحه على المجتمع لان انا ما بدي مثلا وحده تكون هالقد منفتحه يعني التحرر معقول يسبب لك مشاكل كثير داخل المجتمع مزبوط. واجهتي مشاكل بمجتمعك؟ ايه واجهت مشاكل بمجتمعك مثل شو؟ فيك تواجه رفض فيك تواجه واحد تاني ما يتقبلك فيك تسمع حكي عن من عالم معينين يعني بس انا ما بيعني للموضوع سارة هل التحرر داخل مجتمعك معقول يعني شو معقول يطلع حكي يعني اليوم انت قاعدة مع داخل مجتمعك شفته فتاة متحررة كيف بينظروا له بأي نظرة بيصير في التدول لك حسب قد هي متحررة يعني انا ما بحب احكي عن حدا بالنهاية هدا كل واحد حياته حر يعيشها مثل ما هو بده بس انه انا اذا بدي اجي احكي كشباب كيف بتفكر انا بعتبر بمرحلة من المراحل الشباب بحبوا هيك لا يظهروا مع بنات متحررة وما عندهم يكون مشكلة بولا شغلة يعني يظهروا ويروحوا ويتسلوا معهم وهيك انه بيكونوا راسهم على راسهم يعني هديك انه بس بعدين بفترة شاب بحسه بيوعى بمحل من المحلات وبفكر انه لا انا البنت يلي بدي اتجوزها ويلي بدي اكون معها بحياتي هي البنت يلي عن جد عندها هدول القيم لانه هي يعني ريبيكا ما عندها قيم انه يعني عندها قيم ريبيكا لانها فتاة متحررة ما عندها قيم لا عندها قيم يعني بس قيمها غير قيمة يعني هي عندها يعني انا حسوب انا اللي ميت تبعي بيخلص هون هي اللي ميت تبعها بيخلص هون عرفت يعني هي بتضلها قاطعة انا لا انا بوقف بقى الشباب بحس بمحل من المحلات بفضلوا انه يكونوا مع بنت لا عن جد يعني اللي بعد عندها هولي محافظة على حالها هيك لانه بفكروا انه انا معقول هيدي البنت لا تقدر تربي لي عائلتي احسن او بناتي انت مش معقول تربي العائلة اكيد مبلا يعني مش معقول يعني انت اليوم بتحررك مش معقول تلاقي عريس بالعكس لا بالعكس بهذا التحرر بعتبر حالي رح لاقي انسان اللي هو عن جد كتير منيح لإلي بحياتي ورح يكون كتير منفهم بعض وكتير مثل بعض نعم سارة التحرر الموجود عنا اليوم وخصوصا عند ريبيكا بوصلها شيء لمحلات يلي هي يمكن العلاقات قبل الزواج أو هل أخطاء يمكن بده يعتبروا هو خطايا أنا بحس إنه أكيد 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 ليك كل شيء عن جد لما نجي نحكي العلاقات قبل الزواج هي هيدا التحرر بيؤدي لهيدا الشيء يمكن بالأول ببلش لا بس بعدين بس تتحرر وتتحرر وتتحرر ما أقول يوصل هيدا لأنه يصير في علاقة قبل الزواج وهي العلاقة اسمع العلاقة الزوجية يعني الله عطينا إياها تتكون ضمن نطاق الزواج بس ولا أكتر ولا أقل هي هيدا مثل إنه نعمة عطينا إياها الله زي ما نحن نساعده بالخلق نحن هلأ صرنا إنه هيدا الموضوع تخطيناه وهيدا شيء هل تعتبر هيدا سبب تربية الأهل يعني الأهل هن بمحل من المحلات أكيد أكيد بمحل من المحلات بتعتبر إنه أهلك يعني ربوك هاي التربية الصح
ايه ربوني على تربية كتير مزبوطة، بس الفرق انه عطوني كتير ثقة وعطوني كتير حرية. انا كمان انا عند هاد يعني انا اهلي بيوثقوا فيي كثير وانا عندي حريتي، انا مني ممنوع اظهر وممنوع اروح وممنوع اجي، بس هن بيعطوني هالحريه، ربوني على اسس، ربوني على اشياء انه في هدول الاشياء بدك تحافظي عليهم، لانه بالنهايه هيدا ما بعرف مثل ما طب اليوم ساره، اذا اجوا اهلك و كتير بيتدخلوا بحياتك، يعني عندهم رأيهم بحياتك بتحترميهم أكيد. طب اليوم إذا صار حبت شخص أو حبت شاب وأهله رفضوه رفض من قبل، بتتركوا سارة لأنه الأهل رفض من قبل الأهل ليك خلص يعني صار في بلوك مش حوار، خلص وصلت لحوار وخلص ليك إذا شي حسيته أنا أنه عم بيحكوا فيه بمنطق انا اكيد ايه بتركه، بس اذا عم يحكوا هيك تيحكوا على اشياء لا ما له معنى، لا بدافع انا عن حاله وبدافع عن حبي اكيد بالنهايه، انه هذا الشخص اللي انا اخترته اللي انا بدي اكون معه. ريبيكا قديش دور كلمه الاهل بحياتك تتاخذ بانه تاخذ بعين الاعتبار او معقول تمشي فيها؟ باخذها بعين الاعتبار بس على طول يعني بسمعها بحطها على جنب، بس على طول بجرب اتصرف مثل ما انا بدي، لانه هيدا حياتي هي شخصيتي هيدا انا، يعني هن فيهم يجوا يقولوا لي شو اعمل شو ما اعمل، هن اكيد نصيحتهم كثير بتهمني، بس انا بالنهايه هي انا. يعني اليوم الفرق بينك وبين ساره انه ساره اذا رفض الشاب من قبل اهله مع القناعه معقول تتركه انت؟ لا انا من الاصل مفوت بانسان بعرف انه اهلي مش رح يرضوا عليه، لانه بهيدا الموضوع يعني انا اهلي اللي ربوني كل هيدا الوقت، بحب لما اجيت انقل من بيت اهلي على بيت شخص جديد بحياتي يكونوا اهلي راضين ومرتاحين. بتعتبري سبب التحرر خصو شيء بال يعني اليوم معقول يكون في عندي فتاه متحرره لانه داخل منزلها عايشه بكبت، عايشه بهواجس بمشاكل اهليه او فكر قديم، او بتطلع لبرا بتصير فتاه متحرره؟ هو لما مزبوط هو لما ببلش يصير في كتير شد بالبيت، لما ببلش يصير في ضغط على البنت بتحس حالها انه هي بدها تتحرر، فبيصير هيك صار معك. ليك انا صراحه مش هذا الشيء اللي صار معي، بس انا انه اهلي كمان عم بقول لك اهلي عقلهم كتير شرقي ومجتمع ويعني بيتي شرقي واهلي تربيتي مثل تربيه ساره يمكن بس انا من الاصل عم بقول لك في شيء بجواتي انا كان رافض هذا الشيء، كان رافض انه يكون بهذا المجتمع وبهذا الاطار. بس ساره ننتقل لشيء ثاني، انت اليوم مع الجمال الطبيعي او الجمال ليك لا انه التجميل انه ماني غلط مع عمليه التجميل، بس مش انه مثلا اذا حدا منخاره غلط مش غلط يزبطه او هيك، بس انه مش الاوفر اكيد. ما بتعتبر انه هذا الشيء يمكن لانه من الكنيسه لا ابدا، هن منه ربنا شو خالق الكنيسه منه ضد انه واحد عم بزبط عم بجمل، بس مش عم بينزع عرفت يعني، في محل بتوصل انت بتنزع صوره الله فيك هيدا الشيء بيوصل غلط، بس انه بما انه طالما عم تعمل انت شيء بعده ضمن اخلاق ومنيح يعني لا اذا بس عم بتزبط. ربيكا انت ما عملت تجميل؟ لا ضد عملت تجميل ضده؟ انا ما عملت تجميل بس بوضع التشويه، يعني اذا واحد مثلا منخاره كتير كبير مثلا عوجه ومشوهه ايه ما عملت تجميل، بس غير هيك لا انا ضدهم. سارة الاهل اليوم وانفتاحهم وعائدهم، انت بتعتبري اهلك يعني بتلومي اهلك على شو؟ بتلومي اهلك على انه انا عايشوني بهالحياة او 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 بتفتخري انه انا اليوم هيك؟ اكيد انا بفتخر وانا بربي اولادي زيت الشي مثل ما اهلي ربوني زيت الشي، يعني لانه انا بعرف حالي انا وين وصلت هلا، انا وصلت لمحل قادرة اعيش حياتي كتير هيك independent وعندي شخصيتي وبعرف أحكي مع العالم وبطريقة كتير منيحة، مش هيك أنا بربي أهلي ذات الشيء، مش ضروري واحد تكون ولادي سألت أهلي بربي ولادي أهلي. ريبيكا بتربي أهلك؟ لا يعني مش ممكن اليوم ترفع صوتك بوج بترفع صوتك بوج بيي؟ لا بحترمهم ماكسيموم. هل ممكن للتحرر انه يكون سبب او مانع لعدم ارتباط المتحررة بشخص وارتباطها مع الاخر؟ هل هو حق انه يكون فقط زواج كنسي او ممكن يكون مدني ام المساكنة بعد البريك؟
ضروري تشتغل ويكون عندها حياتها الاجتماعية، بس أكتر من هيك أكيد لا. شوي مبالا، أنه مش كثير، مش للماكسيموم يعني. أكيد أنا مع المرأة متحررة طالما هذا الشيء إذا بدك منطقي، يعني مش نتحرر لدرجة أنه نصير شيء فوق الخيال. مع المساواة إذا بدك من المرأة والرجل بهالمعنى التحرر. تلتزم بيتها قبل الكل وبعدين، مش أنه حريتنا تتخطى الليميت مشاهدينا كيف بتعيشها؟ التيفيتشاريتي.org هو الإيميل اللي عطول متواصل فيه معكم، وعطول نحن بانتظار أراءكم. بالمحور الثاني من حلقتنا لليوم والأخير رح نحكي عن الحياة الزوجية للفتاة المتحررة قبل وبعد الزواج، وكيف بتعيشها لهالحياة. سارة، اليوم الفتاة المتحررة عندها علاقات قبل الزواج، ما أقول تكون نعم. يمكن تكون علاقات طويلة، علاقات قصيرة. هل هالشي بأثر، يعني بيختلف عن علاقاتك وعلاقاتها؟ يعني في اختلاف بين علاقتك اليوم وعلاقة ريبيكا؟ أكيد. شو الاختلاف المقول يكون؟ لك تقلك شغلة، أول شي علاقة خارج نطاق الزواج عندها عدة تأثيرات، إذا بدنا نجي نحكي دينيا أو اجتماعيا. البنت إذا بدها تجي تعمل علاقة قبل ما تتزوج مع الشاب اللي عم تحكي معه، لو قد ما كانت بتحبه عن جد بالأنكون سامعه، بتصير تحس حالها مثل هي، مثل إذا بدك هو مستعبدها، يعني إنه مثل إنه أخذ شيء منها. أنكون سامعها بتحسها، وأنا بشارد إنه كل بنت عملت هيدا الشيء نوي ما تكون حسته. ها إذا بدنا نجي نحكي إنه عبدة مش عبدة بمعنى عبدة، يعني لا، ها ما في منها بقى. مسيطر عليها، مثل إنه هو مسيطر عليها بشغلة. هي البنت بس تحب تكون ضعيفة تجاه الشاب يلي عم تحكي معه، بس الشاب بس يحب البنت ما بيقبل يأذيها بولا طريقة. مشان هيك العلاقة قبل الزواج، مشان هيك العلاقة قبل الزواج لازم يكون فيها مثل احترام. الشاب بس يحب البنت، هو ما بيقبل انه يصير في شيء علاقه بيناتهم، بينما البنت هي بتكون مستعده تعطي كل شيء له. بس وانس عطيته هيدا الشيء، هي اكون سما بتصير تحس حالها مش مثل انه عبده، لا، بس بتصير تحس حالها دائما ضعيفه قدامه، دائما ضعيفه تجاهه. ها اذا بدنا نحكي كهي دنيا، هيدا الشيء ممنوع. ممنوع لانه مش ممنوع لانه انا طلع عبالي يكون ممنوع، هذا الشيء الله عطينا اياه مثل نعمه لنا، كرمال نساعده بالخلق، كرمال احنا عم نعطي روح. يعني هذا يمكن احلى شيء معقول يصير بين مره ورجال اثنين مجوزين عن جد صاروا شخص واحد. انه بس يصيروا شخص واحد بالكنيسه وقتها بيقولوا نعم، مش انه مدين على ورقه، لا، هو اسمه سر زواج، مثل ما في سر كهنوت في سر زواج. مشان هيك بس يقولوا هيدا النعم بكملوا بعضهم بهيدي العلاقه وبس يجيبوا الروح. مشان هيك قبل الزواج هذا شيء كثير غلط. ربيكا، ما عنك يعني أنت اليوم مع العلاقة قبل الزواج، مع أنه اليوم عم بيصير في كتير كمان طلاق يمكن من وراء أسباب هالعلاقات أو عدم حصولها يمكن قبل. أنا مع العلاقة قبل الزواج بحال كانت، يعني بحال صارت أنا ماني ضدها، أوكي، وبحال ما صارت. تعتبري مثل ما قالت سارة أنه بتصير إنسان ضعيف؟ لا أكيد لا، أكيد لا. أنا كما بدي أقول لها سارة أنه لأنه هي ماشية على قصص معينة بمجتمع وعلى فكرة معينة بمجتمع، صحيح بتحس هيك. بينما وانس بتصير إنسان كتير مستقل، حتى تفكيرك بيستقل، يعني حتى ببطل عندك هيدا الشعور، صرت مثلك مثله. يعني لما بتصالي تشوف حالك مثلك مثله، ما بتقعد تحس أنه والله هو أخذ شيء مني أو مثلك مثله. بشو يعني؟ بكل شيء بالحياة. وقت أنا بقول لك أنا استقلت وصرت مثل ما أنا قلت لك، أنا بصير مثل زلمة بالمجتمع، بصير عندي هيدي القوة، بصير عندي كل شيء. بس أنت فيك يصير عندك إياها هيدي القوة بلا ما تكوني مثل زلمة، فيك تضلك محافظة على أنوثتك. أنا عم بقول لك مرة بالنهاية بالمجتمع في عندك هاي القوة. أكيد عندي أنوثة، أكيد عندي أنوثة، بس أنا عم بقول لك إنه أنا ما رح إذا جيت ونمت مع واحد قبل ما أتزوج وأنا ما رح أجي أحس والله يي أخذ شيء مني، لا ما أخذ شيء مني. ليه مش أنا أخذ شيء مني؟ أنت ما بتعتبري هيدا الشيء؟ لا، ما بتعتبري هيدا الشيء كتير مهم بالنسبة لإلي؟ إنه هو أكيد شيء مهم بالنسبة لإلي، بس هي مش آخر الدنيا إذا صار شيء بينه. ليه مش هو بده يحس إنه والله أنا أخذت؟ لا، أنا ماني عم بحكي، أنا ما عم بقول، أنا ماني مع إنه هو بحق له وهي ما بحق لها. أنا عم بحكي كالعلاقة قبل الزواج كاتنين، كرجال وكمرة. مزبوط. أنا ما عم بحكي هو بحق له وهي ما بحق لها، اثنيناتهم ما بحق لهم. أنا قلت إنه هيدا العلاقة
هي حتى بس قديش هي اليوم هي انه كثير كثير قليل العالم يلي بعدهم محافظين على هيدا الشيء، وهيدا الشيء unfortunately يعني انه وصلنا لهون، لانه ما بقى عندهم قيم لشيء، ما بقى في هيدا انه انا لا هيدا عن جد انه ما جوزي يعني. صراحه انا اول ما يعني انا بس بدك تيجي تقولي لي انه انا والله ماني نايمه مع هيدا الانسان، بس انه صاير شيء كثير قوي بينه وبينه هيك صارت. لا انا ما عم بقول لك هيك يعني، انا ما عم بقول لك حتى انه هيدا الشغله اللي عم يعني انت عم بتقولي انه والله انا انه بعمل كل شيء بس لا دل... ابدا هل هو نقصيت العلاقه يعني؟ ابدا ابدا انا ما عم بحكي انه فيها تعمل كل شيء الا هالشغل ابدا، يعني هو اللي عم تحكي عنهم انت القصص اللي بتصير مش العلاقه الكامله، هو كمان غلط انا هي ما وقفت على العلاقه الكامله. بس لو شو بتعملي بالمشاعر يعني؟ خلينا نحكي واقع اكيد خلينا نفوت على الواقع وعلى شو اللي عم بصير. نعم. يعني اليوم الصبيه والشاب اللي من اليوم الحب ما الحب هو 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 تفاعل هو هو كونتاكت، بس بصير اليوم في 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 مشاعر عم تتحرك في صح. في شعور انا معك بس فيك تعبر بس عن الفرق بينك وبين ريبيكا، يمكن ريبيكا ما انه توصل فيه يمكن للاكستريم اذا حست ما انه هذا هو الشخص الموجود وهذا لا. وعندك لا يعني ايه انا لا لو حسيت قد ما لو قد ما حسيت انه هيدا الشخص اللي انا بدي اكون كل حياتي معه، بس انا يصير عندي هيدا يعني مثل انه يعني الله يعطيني هيدا البركه هيدا السر انه عن جد انتم صرتوا شخص واحد، انا بحس هون عن جد انا ويا بدي شخص. هل بتعتبري هيدا الشيء هو لانه إيمانيا أنا عم بحكي كإيمانيا كاجتماعيا كمان، حتى أنا متربية ببيت إنه هيدا الشغلة غلط تصير، لأنه هيدا الشغلة إمتى للبنت. بدي أسألك أنت مثلا إذا حكيت مع شاب سنة واثنين وثلاثة بتضل أنت وياه ما في شيء بينك وبينه، ما في ولا كونتاكت بينك وبينه، فيكون لك فيك تعبري عن مشارك بغمرة بهيك شيء صغير، مش ضروري تفوت على الإكستريم. بس تعتبريه التفكير متخلف يعني هلأ بهالعصر نحن فيه؟ لك مش قصة متخلف، قصة أنه العلاقة هي فيزيكلي وهي ايموشنلي يعني هي مشاعر وهي جسد. تكون فيزيكلي بس ما هون بتجي دور أنت قدي أنت بتأمني قدي أنت بتصلي قدي أنت قادرة تحافظي على هدول هيدا الشيء عندك، تحافظي على صيت هالعمل. ايه عن جد لأنه هيدا الشيء عن جد مثل ما قلت حبيب عن جد بس هيدا الشيء عنده هيدا الشيء أنا بشوفه أنه بينزع علاقات كتير يعني أبداً. أنا مثلا كتير أبداً. بعرف يعني ما في شباب بعتقد بيقبل انه انا ما بحس بشي مع هيدا البنت، انا بس ما انت فيك يعني تحس، قلت لك فيك تعبري عن هيدا الاحساس بغمره اذا غمرتي من قلبك فيك تعبري عن هيدا الاحساس مش ضروري. لا عن جد انه ما عارف. لا 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 المخرج عم بيقول لي غير. ريبيكا اليوم انت مع الزواج المدني؟ ايه مع الزواج المدني. مع انه يصير في بس بينك وبين الشخص الاخر ورقه ممضيين على اللي بيجمعك فيه بينك وبينه هو امضى؟ ما عندنا مشكله يجمعنا فيه امضى، لانه بعرف انه هيدا الشيء عم بياخذ لي يعني رح اوصل لمطرح اذا ما مشي حال انا وياه رح اخذ حقوقي من هيدا القصه كلها سوا. يعني انت قبل ما تتجوزي عم تفكري بدك تطلقي؟ اذا هيك اذا بدك تجي تفكري باخذ حقوقي يعني انت بس قبل ما تتجوزي عم تفكري انه انا بدي اطلق؟ انا مش عم فكر انه بدي اطلق، بس انا بحط worst case scenario اذا انا اضطريت اطلق شو بتعمل الكنيسه بتقلي ما فيك تطلق؟ ليه اذا عندك سبب تقدري تطلقي من الاول عشان بتفوتوا بالعلاقه؟ ما انت اليوم عم تعيشي حبيب ما بتعرف انت يعني ما بتعرف شو معقول يصير معك، يعني ما بتعرف كيف معقول الانسان يتحول يتغير يصير حيالله شيء بحياتك انه يغير شيء بينك وبين هذا الانسان. طب بتفوتي بالمساكنه يعني اذا كان اليوم سبب لعدم تعرف على الاخر كثير وما عم يعني بدي اكتشف الاخر قبل ما اتزوج وفوت بالطلاق بتفوتي بالمساكنه قبل بفتره؟ يعني اذا كنتوا اليوم كثير متقربين من بعض فيكوا تعيشوا انت وياه؟ يعني انا مع وانا ضد ما يعني ما بقدر اعرف اذا بفوت فيها، بس انا برفض المساكنة لسبب واحد انه هي علاقه ما في شيء يعني ما بقى في شيء لا الورقه ولا الكنيسه بتجمع هودي الشخصين ببعض. طب خذوا ورقه وامضوا عليها. عن جد بتصير هي ذاتها جواز مدني ومساكنة. لا ما أنا هي ذاتها اكيد ما أنا هي ذاتها، انا اذا عشت مع هذا الانسان انا حتى ما في شيء بيحصل لي حقوقي من هذا الانسان، يعني هي بالنهايه العلاقه هي شراكه هو شريك يعني بالحياة. انت بعتبر حسب حكيك انه انت الزواج هو بس تتحصل حقوقك بعدين؟ مش تحصل حقوق، الزواج هو مثل حيلا شيء مثل حيلا بزنس بالحياه الزواج يعني الزواج هو شراكه بين شخصين، هيدا انا اللي بعتبره عن شراكه غير بزنس. وين الحب بالنسبه لك اذا هو اكيد موجود الحب
اكيد موجود الحب، يعني ما رح اتزوج انسان ما بحبه، بس انه الحب بعدين رح يروح حبيبي، يعني وقت بيروح الحب المفروض يكون بعد شيء هيدا التفاهم والاتفاق بين الاثنين. انت ما بتعتبر انه الحب كمان معامله؟ يعني ما في ضل هيك عم بيعاملك بطريقه ويضلوا الحب معك لدائما؟ بلا اكيد معامله. ايه يعني معقول ما يخلص هيدا الحب؟ ومعقول يعني يخلص؟ ليه بدي ليه بدي اذا ما خلص ما هي هالفكره انه اذا خلص هيدا كم الحب. مره انت فتت بعلاقات وما مش حالك كنت مفكر اكيد كثير اكيد كثير ما هو الكل بيعلموك فيمكن تاخذي هيدا القرار انه انت والله بدأت تجوز ولا هيدا ويرجع ما يمشي حالك. ليه ما لا ما هو انت كل ما انت فتت بعلاقات وما مش الحال بصير عندك هالاكسبيرينس تعرفي عن جد انت الشخص اللي بدك تكوني معه وعن جد تحبيه تقدري تحبيه وتكملي معه كل حياتك. هون بيجي كمان قصه الدين، تعرفي انت كيف تتعاملي معه، مش انه بدك تيجي تفكري انا بدي اطلقه وبعد مدري قد ايه وبدي احصل حقوقي كلهم منه. يعني ايه بس انا كمان بدي افكر انا بدي اطلق ما اجي اروح عند بيت اهلي مثلا انه هاي صرفوا علي انا رجعت على البيت. ما انت رح تكوني هون عم تشتغلي كمان ومزبطة حالك اوكي بس ما بدي يعني بالنسبة لك ريبيكا الزواج هو 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 شيء تعاهد انا عملته مع الاخر حب في يكون على انا مش عم بحكي هيك، انا عم بحكي انا مع الزواج الكنسي 100% مع الزواج الكنسي. بس انا اذا اضطريت انا جيت حبيت انسان من غير دين، افترضنا حبيت انسان من غير دين وهو كتير منيح شو بعمل انا بتجوز سارة؟ ممكن تحبي شخص من غير لا. دين ليك انا نهائياً مع انه ابن الله يعني مثلنا اكيد مثل. بس تقلك شغله انا ما بفوت حق يعني حتى اذا بعرفه من غير دين مع احترامي لكل الديانات اكيد لو بعرفه من غير دين ما بفوت حالي يعني ما بخلي حالي حتى اتعلق فيه بعمل ليميت لانه يمكن معقول يكون كثير منيح وحبه وما رجع اقدر اظهر منه. بس بما انه انا حدا براتيكان بالكنيسه مشان هيك ما فكر فوت بغير هو عنده ديانته وانا عندي ديانتي ما فينا نتاقلم بولا طريقه بنوصل لحيط مسدود مشان هيك من الاول ما بفوت فيها. ريبيكا انت اليوم مع العلاقه قبل الزواج اللي بتدوم فترة وفترة، يعني اليوم الصبية بنظرك لازم يكون عندها علاقات محدودة أو متنقلة يعني هيك سريعة يعني اليوم البنت لازم تحكي مع كذا شاب أو لا لازم يكون عندها مثلا ثلاثة أو شخصين بحياتها كلهم تعرفت عليهم؟ ليك ما في نقلك لازم يكون عندها اثنين أو ثلاثة، يعني هي بتصير يعني اليوم بأثر عليها على مستقبلها هالموضوع يعني تعارفها أو ما بعرف بجوز يعني. بس انا عم بقول لك انه انا مني مع انه البنت تيجي تتنقل بين ما بعرف كم شاب بحياتها يعني. بس فيها تكون يعني انت مع انه تكون مع شاب من الاول للاخر هيدا هو فيها تكون مع شاب من الاول للاخر وفيها ما يقول مثلا ما تكون مكتشفه انه هيدا هو يمكن مش هيدا هو اليوم بقى يمكن مش هيدا هو يمكن مزبوط يمكن تترك هي وياه. بس وين المشكله انه عملوا اثنيناتهم علاقه واخذوا منها اكسبيرينسات وراح تكفي بشيء ثاني انت ما بتعرف حدا من غير طائفه؟ انا مني معه مني ضد يعني بس في يصير هيدا الشيء. سارة اذا بكره تزوجت وصار عندك فتاة وبنتك وصلت لمرحلة انه حست انه لازم تعيش هالتحرر او يمكن بكره عم جيل بنتك صار المجتمع شوي متحرر بعد اكثر وصلنا لمرحلة كيف شو بتقولي لبنتك؟ يعني اليوم قالت لك ماما انا بدي كون بدي روح عيش لحالي بدي اتزوج مدني اقتنعي ليك انه انا من الاول اللي حكون عم بربيها على قصص معينه على قيم معينه وانت اذا من انت وصغير عم تتربى هول عليهم مش معقول خلي هيدا المجتمع او هيدا الشيء البشع يلي عم يصير بالمجتمع ياثر عليك اذا انت مربى على قصص معينه يعني بتكون مقتنع بجرب قد ما في اقنعها بجرب قد ما في يعلمها شو الصح وشو الغلط ربيك انت بتربي بنتك مثل ما انت عم تعيشي او بتقولي لها او في اشياء بتحفظها عنها ما بتخليها تعملها؟ لا انا بربيها بطريقه تطلع قويه هذا كل شيء بدي اياه منها بالحياه انا ما بتفرق معي هي شو بتعمل اللي بدها اياه بس هي تكون قويه تكون قد حالها يعني اذا عملت شيء تتحمل مسؤوليتها. شو بتقولي لها اليوم لبنتك ما تغلطي مثل ما انا غلطت بشو تعتبر حالي غلطت؟ لا ما غلطت بشيء ولا شيء بعد غلطتي فيه تحرري اللي انت شفته يمكن غلط فيه انا شفته درس تعلمته هذا اللي شفته ودرس شو الدرس تعلمي لبنتك ما بعرف تعيش حياتها بس انه تنتبه على حالها لانه مش كل شيء نظيف حواليها بس تنتبه على حالها يعني ما تفوت بقصص خصم بالمخدرات وبقصص بتضرها بالحياه بينما اذا هي حبت حدا يمكن عملت علاقه مع حدا ما رح تنضر بحياتها مش رح يكون عندها مش رح تنأذى بحياتها يعني الحريه مع احترام العوايد والتقاليد
والحياة اللي عم بتعمل اللي عم نعيشها كلها مثل ما هي وتعيش مع الله بتعلميها على الكنيسة تعلميها من الكنيسة أكيد بعلمها على الكنيسة أكيد تخليها تفوت تعترف مثل ما أنت هذا قرارها هي أنا معترفة يمكن مرة أو مرتين بحياتها وما عاد تعترفت بس هي قرارها هي بتخافي تعترفي لا يمكن يمكن سبب اعترافك هو عدم هو الخوف أو لا 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 هو يمكن أنا اليوم ما عندي الجرأة إن أحكي قدام أبونا عن خطاياي يمكن عم بعملها لا أنا ما أنا عاملة خطية مميتة أنا ما أنا قاتلة حدا وجاية ساكتة عن الموضوع هي مش هاي بس الخطية المميتة لا مش موضوع شون الخطية المميتة بالنسبة لك عند ريبيكا لك الوصايا العشرة بتعرفيهم ايه اكيد بعرف من هولن الوصايا العشرة يلي فيها هي الدم لا تزني يلي هي يعني الريلاس مو سكسيال سوري اذا طلعت قبل الزواج وكل هولي هي من الخطايا المميتة كمان بس لا بختام حلقتنا قبل ما نختم حلقتنا رح نكون مع مداخلة مع أبونا زياد الأشقر يلي رح يعطينا وجهة نظر الكنيسة حول الفتاة المتحررة وكيف تنظر لمجتمعنا مساء الخير أبونا مساء الخير حبيب نحن اليوم حابين ناخد منك وجهة نظر الكنيسة كيف بتنظر للفتاة المتحررة وشو رأيها بهالموضوع كعلاقات قبل الزواج أو بعد الزواج عن الزواج المدني عن المساكنة عن كل هالمحور اللي حكينا عنه مساء الخير لضيوفك موضوع الليلة المرأة المتحررة موضوع شيق جدا لأنه هالموضوع بيطال الإنسان وكلنا معرف أنه تجسد الرب على هذه الأرض هي لحتى يحمل الحرية لهالإنسان والإمرأة هي أيضا إنسان أحب الرب ونظر لإله بحنان مثل ما بينظر للرجل ولكن إذا بنحكي عن هالموضوع من الناحية الإنسانية نعرف أن الحرية هي حق للإنسان وضروري أنه يكون في عنا إنسان حر لأنه الإنسان الحر هو إنسان ناضج هو إنسان عم يتوق أنه يكبر ويثبت ذاته بقلب المجتمع وبقلب الكنيسة طبعا من هون بالنسبة لإلنا المرأة المتحررة هي المرأة المستقلة هي المرأة يلي قادرة تختار بشكل صحيح هي الامرأة يلي قادرة تاخد قرار بحياتها ولكن على ضوء نور ربنا وعلى ضوء تعليم الكنيسة ولا مرة الحرية كانت عم تعني التفلت ولا مرة الحرية كان بوزيها أنه نخرج من الأطر العامة يلي موجودة بالمجتمع لأنه بمجرد أنه نخرج عنها فنحن عم نصير عبيد لشهواتنا عبيد لأمور كتيرة موجودة حوالينا فإذا هو تحدي أنه الإنسان يكون حر تحدي أنه الإمرأة تكون متحررة ولكن الإمرأة المتحررة هي إمرأة قوية قادرة أنه تثبت ذاتها وقادرة بالوقت ذاته أنه تساهم ببناء المجتمع مثل الرجل فاتنيناتهم عندهم دور واتنيناتهم صلتهم الرب لحتى يقودوا هالكون وينموه ويكبروه ويوصلوه إلى أنه يكون حالة دايمة لتمجيد ربنا فنحن منشجع الفتاة منشجع الإمرأة أنه تعيش الحرية ولكن حرية أبناء الله يلي بتخلي لها صورتها مشاعة بقلب المجتمع ويلي أكيد تحفظ لها حقها بأنه تعبر بأنه تحكي بأنه تبني بأنه تكون ذاتها يعني بنت الله شكرا أبونا نحن بنشكرك أكيد ورح نكون عطول على تواصل معك بختام كل حلقة مرسي لك مشاهدينا قبل الختام أنا بدي أشكر ضيوفي لوجودهم معنا اليوم سارة مرسي شو بتحب تقولي كلمة أخيرة أول شي بدي أشكرك على استضافتك لإلي وبدي أقول إنه هيك إن شاء الله هالمجتمع يتغير شوي والعالم تصير تصلي أكتر تيرجع عندها هول الأيام يلي نحنا فقدناهن هلا بس ريبيكا thank you لإلي عندي سؤال أخير لإلي شو هل بتعتبري إنه الحرية هي من الله أعطيك إياها إيه
كل شيء عم بيصير. واكيد الله عطينا الحريه, وهي هي هون المشكله الكبيره, انه الله عطينا الحريه بس نحن مش عارفين نعيشها ونستفيد منها. مش مزبوط, الله عطينا الحريه والله عطينا هيدا الكوكب كله كرمال نستفيد من كل شيء حلو بقلبه لهذا الشيء. ربيكا بختام الحلقه شو بتحبي تقولي؟ بقول لك ميرسي اول شيء, كانت الحلقه كثير حلوه. ثاني شيء بقول لك انه انا الكونكلوجن تبعي انه كل انسان يعيش مثل ما هو بده, مثل ما هو بيرتاح, واكيد اكيد اكيد يضل ضمن نطاق كلمه الله ويضل ضمن الكنيسه تبعه ويضل يحب الله. وبس هيك. مشاهدينا بختام حلقتنا انا بدي اشكر وقتكم اللي اعطيتونا اياه, بدي اشكر المخرج دانيال فضول وكل فريق العمل. بالختام النقاش رح يطول وما بينتهي بالحديث عن المرأة وحريتها وتحرر وحدودها وين, لكن الحقيقة بتبقى وحدة, نحن مجتمع بحط العوايق دايما على المرأة. أي متى رح نغير تفكيرنا؟ أي متى رح نتحرر من الماضي وتكبر المستقبل؟ أي متى رح نعيش الحقيقة مش الوهم والإهمال؟ أي متى رح نكتشف حقيقتنا وهويتنا ونصدر للعالم الحضارة ما نستورب منهم حضارتهم؟ أي متى رح نحقق ذواتنا ونبتعد عن التذوير؟ وهل رح يضل أحفادنا بالمستقبل من يعلمهم عن عاداتنا وتقاليدنا؟ فلكل امرأة عم بتحاول تكون ما تريد هنيئا لها, لأنه كرامتها والعدالة بتطلب منا أنه تكون مثل ما بتريد مش مثل ما بيريد الغير أنها تكون. ما في مجتمع ولا تقاليد ولا حدا في أنه يحد من إبداعك وطموحاتك بالحياة, أكيد من دون أنه ننسى القيم والأخلاق يلي بشكله أساس لمجتمع ناجح. من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. حياتك إليك وحريتك وطموحاتك إليك وحدك, كيف بتعيشيها تصبحوا على خير.